17 من تموز يوليو 2019. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. مواقع أوروبية تضم أسلحة نووية أمريكية، سر يكشف عنه الناتو عبر نشر تقرير من غير قصد يصدم العالم ويطرح تساؤلات عن سباق تسلح محموم. الأردن يخرق النزاع الخليجي ويعيد تبادل السفراء مع الدوحة، ما السر الكامن وراء تلك الخطوة الأردنية ومن حركها؟ تمكين العائلات التي يعاني بعض أفرادها من مشاكل اجتماعية أو صحية هدف وضعته جمعية تعنى بالعائلة، الليلة نساهم معها في هدفها الإنساني النبيل. تطبيقات دينية تابعة للأخوان المسلمين تحظرها أوروبا بذريعة الدعوة إلى الكراهية، ما الذي يقلق الأوروبيين من تلك التطبيقات؟ نووي أمريكا في أوروبا، يحق للعالم أن يقف الآن في وجه أوروبا ويسألها عن مطالبتها روسيا بالالتزام بمعاهدة الصواريخ مع أمريكا، بينما هي تسمح للأمريكيين بتخزين قنابل نووية في عدة مواقع في دول الاتحاد الأوروبي. رب صدفة أو زلة خير من ألف ميعاد. فالناتو الحريص على أسراره كشف عن طريق الخطأ عن تقرير سري يحدد بوضوح مواقع قنابل نووية في بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، والمفاجأة في قاعدة أنجرليك التركية. قنابل B-61 تركب على طائرات رؤوس نووية جاهزة للاستخدام وموزعة في أكثر من مكان، هي المعلومات التي كشف عنها التقرير من جملة معلومات خطيرة أخرى. إنما الناتو حذف التقرير فورا. المتحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي رفض التعليق، فيما تحرك البرلمان لمساءلة وزير الخارجية عن القضية. أما أحد مسؤولي الأطلسي فبرر ما نشر على أنه ليس وثيقة رسمية للحلف. أمام تلك المشهدية نحن ليلى سنطرح أسئلة ثلاثة: أولا، من سرب التقرير وكيف؟ ثانيا، ما مدى خطورة ما تضمنه هذا التقرير؟ والسؤال الأهم، هل نحن أمام سباق تسلح جديد؟ نجيب على هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو سيد محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية، ينضم إلينا من العاصمة البلجيكية بروكسل. مساء الخير وأهلا بك. أهلا بكم. في الواقع يعني ملفت أن يكون هناك تسريب لتقرير سري بهذا الشكل سيد محمد، ويسحب فيما بعد من نيسان يعني من أشهر ويتم الآن تسريبه، هل تعتقد أن تسريب هذا التقرير هو محض صدفة أم هناك فعلا من أراد أن يسرب هذه المعلومات؟ في البداية أود أن أقول أنه ليس سرا وجود قواعد تابعة لحلف شمال الأطلسي. بلجيكا والدول الأخرى التي توجد فيها القنابل النووية هي عضو في حلف شمال الأطلسي، والجميع يعلم بوجود تلك القنابل النووية منذ سنوات. أذكر عام في نهاية الثمانينات عندما طلب حلف شمال الأطلسي من الحكومة البلجيكية إحضار ووضع قنابل في إحدى القواعد البلجيكية، طلب الحكومة. طيب، للأسف فقدنا الاتصال مع بلجيكا. في كل الأحوال هذا التقرير كان فيه معلومات هامة طبعا، ربما للمتخصصين والذين يطلعون على شؤون الناتو يعرفون بتفاصيلها، إنما أن يكون تلك المعلومات كلها يعني متضمنة في مسودة في تقرير لجنة الدفاع والأمن في حلف شمال الأطلسي والتابعة للجمعية البرلمانية للناتو، هذا أمر ملفت في الواقع. ما رأيكم أن نذهب لنشاهد أبرز النقاط التي كشف عنها هذا التقرير السري؟ Thank you.
إذن هذا بالنسبة لبعض تفاصيل متعلقة بهذا التقرير. سيد محمد رجائي بركات، تعود إلينا من بلجيكا، وكنت تقول بأن تلك المعلومات ليست جديدة بشكل كامل، كيف ذلك؟ هل يمكن أن تشرح لنا أكثر؟ في الواقع في نهاية الثمانينات عندما طلب حلف شمال الأطلسي من الحكومة البلجيكية إرسال القنابل النووية إلى بلجيكا لأحد القواعد البلجيكية، الحكومة البلجيكية طلبت من البرلمان البلجيكي رأيه، وطبعا وافق البرلمان. ولكن الفريد آنذاك، وأذكر هذا الحدث جيدا، أن القنابل والطائرات التي تحمل تلك القنابل النووية وصلت إلى مطارات بلجيكا قبل أن يوافق البرلمان البلجيكي على ذلك. فالجميع يعلم بوجود القنابل النووية داخل أراضي العديد من الدول الأوروبية، وخاصة هولندا، بلجيكا وتركيا. تركيا أيضا ليس من الغريب وجود قنابل نووية أمريكية لديها، إذ أنها عضو فعال في حلف شمال الأطلسي، فبالتالي من الطبيعي أن تتواجد تلك القنابل داخل الأراضي التركية. التقرير هو تقرير غير رسمي، التقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية. بس وين أهمية التقرير إذن سيد محمد برأيك؟ هو التقرير هدفه إطلاع الجمعية البرلمانية التابعة لحلف شمال الأطلسي على وسائل الردع، وخاصة الردع النووي لدى الحلف. فالتقرير يعني الكثير من التقارير يتم نشرها وهي ليست تقارير سرية، فبالتالي يعني لا يجب إعطاء أهمية أكبر مما يستحق هذا الوضع. يعني الجميع يعلم بوجود الأسلحة والقنابل النووية، فبالتالي طب لماذا حصل الحذف برأيك؟ لماذا يعني لو كان هذا التقرير عاديا لماذا حذفه الناتو؟ هو لم يحذف التقرير لأن الناتو لم يتبنى هذا التقرير. التقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية، قامت بتعديل جزء من هذا التقرير. ولكن يعني كما ذكرت تواجد تلك الأسلحة النووية طبيعي ومعلوم من الجميع منذ أواخر الثمانينات. وطبعا السلطات البلجيكية عندما طرح أحد أعضاء البرلمان البلجيكي من مجموعة الخضر سؤالا داخل البرلمان البلجيكي، وطبعا طرحوا لأسباب سياسية، الحكومة البلجيكية رفضت الاعتراف بوجود القنابل النووية كما أنها رفضت. طيب ما هنا يبرز السؤال أنه هذا الموضوع يثير الآن جدل في بلجيكا، وهناك تعتيم على هذه المسألة، يعني هناك شيء ملتبس في تلك القضية. يعني أنا لا أتفق معكم في موضوع الالتباس، يعني الجميع يعلم، رجال السياسة، الصحافة، الإعلام، المواطنين البلجيكيين والأوروبيين يعلمون بوجود قنابل نووية داخل أراضي الأوروبية. طب سيد محمد رجائي لو سمحت، في موضوع السباق التسلح، هذا الأمر لا يطرح أي علامات استفهام حول سباق التسلح، عودة ما شهدناه خلال الحرب الباردة من سباق محموم على سيادة العالم على المستوى العسكري، أم أيضا تعتبره أمر طبيعي؟ سباق التسلح في الواقع بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بدأ في عام 2008 ميلادية. أذكر أن السيد ديمتري روغوزين كان سفير روسيا لدى حلف شمال الأطلسي، وتم تعيينه من قبل الرئيس الروسي نائبا رئيس الحكومة ومسؤولا عن تسليح إعادة تسليح القوات الروسية، وشغل هذا المنصب حتى العام الماضي، حتى عام 2018، وهو الآن يعمل مدير عام لوكالة الفضاء الروسية روسكوموس، وهو الذي وضع خطط لروسيا من أجل إعادة تسليحها. وطبعا هناك تجارب لصواريخ باليستية عبرت القارات ستبدأ عملها داخل في الجيش الروسي عام 2020 ميلادية، وطبعا هذا يثير القلق لدى خاصة الدول الاتحاد الأوروبي. ولهذا سيدة موغريني دعت قبل يومين كافة الدول الحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية وخاصة المتوسطة المدى، حيث أنها ترى بأنها ضرورية للحفاظ على السلام والأمن العالميين. نعم. وطبعا أعربت عن قلقها إذا
تطورات هذه المعادلة المعاهدة، حيث أنها ستنتهي في 2/8 يعني بعد شهر وبضعة أيام، وأعربت عن أسفها لقرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. فبالتالي هناك نوع من التوتر يسود العلاقات الروسية الأوروبية بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لك سيد محمد رجائي بركات، الخبير في الشؤون الأوروبية عن انضمامك لنا من بروكسل. مشاهدينا نبقى في أوروبا الآن، حيث صادق البرلمان على انتخاب وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فوندرلين رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية. فوندرلين هي مقربة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وباتت أول امرأة تترأس تلك المفوضية، وهو أعلى منصب سياسي في أوروبا. وللمفارقة فإن انتخاب فوندرلين جاء عشية ذكرى ميلاد أنجيلا ميركل، التي كما نذكر وكما رأى الجميع أصيبت الأسبوع الماضي برشفة غريبة للمرة الثالثة خلال أقل من شهر أيضا. يعني ربما هذه المرة الأولى التي نشاهدها ترتجف في هذه الصور، إنما هذه المرة الثانية وأيضا أصيبت بمرة ثالثة. إنما طبعا لم يكشف بعد عن ما طبيعة ما يحدث للمستشارة الألمانية، إلا أنها أكدت أنها بصحة جيدة وتستطيع أداء مهامها بشكل كامل، داعية إلى عدم القلق على صحتها. يشار إلى أن ميركل كانت أعلنت هذه المرة الثالثة التي تصاب فيها برشفة، هذه طبعا الأسبوع الماضي ميركل أعلنت أنها ستترك الحكم نهائيا ولن تترشح لانتخابات مقبلة في عام 2020، يعني تبقى لها أشهر قليلة وتترك موقعها كمستشارة ألمانية خدمت لسنوات طويلة ألمانيا والاتحاد الأوروبي، واتسمت طبعا بحزمها وقيادتها الحديدية. والآن إلى المشهد السياسي. منذ اندلاع النزاع الخليجي مشى الأردن مع السعودية وعطل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بقيت الأمور على حالها وتجمدت العلاقات بين البلدين الشقيقين. إنما اليوم تفاجأنا بخبر تعيين سفراء فوق العادة بين البلدين وبعودة العلاقات التمثيلية الدبلوماسية. ما الذي يحدث وكيف تجرأ الأردن على اتخاذ هذه الخطوة؟ هذا ما سيجيبنا عنه من واشنطن المستشار السياسي لمركز ميريديان للدراسات الاستراتيجية دكتور خالد صفوري. مساء الخير وأهلا بك. لماذا أعادت العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وقطر برأيك؟ لعدة أسباب. أولا الأردن منذ بداية الأزمة حاولت المملكة العربية السعودية الضغط عليها لأن تقف موقف مشابه الموقف البحريني والمصري اللي هو حقيقة تابع للموقف السعودي، إلا أن الأردن لم تريد في ذلك الوقت أن تجازف بقطر علاقة بشكل كامل مع قطر، لديها مصالح مع قطر، لديها جالية نسبيا كبيرة كذلك هناك، فقامت بسحب السفير، وهذا لم يرضي المملكة العربية السعودية التي أوقفت جزء من النفط المخفض السعر عن الأردن، والمساعدات التي كانت تذهب للأردن شبه توقفت بعد ذلك. فأعتقد أنه في النهاية مصلحة الأردن أن تبقى محايدة في هذه الأزمة، وليس لها مصلحة أن تأخذ يعني جانب طرف ضد طرف آخر. ففي النهاية أعتقد أنه الأردن حسبت حساباتها، وجدت أنه من صالحها الإبقاء العلاقة مع كل الأطراف بطريقة جيدة. هل هناك طرف ثالث ربما سعى في أن تعود تلك العلاقة؟ يعني لا أعرف في ذلك، ولا أعتقد أن هنالك طرف ثالث. أعتقد أنه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد. أعتقد أنه موضوع الدفع من قبل إدارة ترامب باتجاه تسليم الأردن، تسليم القدس بشكل شبه كامل لإسرائيل، لم يكن يرضي الحكومة الأردنية. الهاشميين يعتبرون أنهم هم الأوصياء على المسجد الأقصى، ومحاولة سحب البساط من تحت رجليهم في هذا الموضوع لم يرضي الأردن، فكان هنالك غضب كبير في الأردن حول مستقبل القدس والموقف الأمريكي من القدس. ولهذا واللي الجميع يعرف أنه الموقف الأمريكي كان مدعوم من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل مصر في هذا الموضوع، ولم والجهتين أعطوا غطاء سياسي. يعني نقل السفارة الأمريكية للقدس تم. يعني هل تفهم أنها رسالة للسعودية؟
معقول تكون رسالة أردنية للسعودية؟ بالتأكيد للسعودية، والسعودية تعتبر رسالة لها. السعودية ضغطت بشكل كبير على الأردن لفترة طويلة من أجل أخذ موقف أو ابتزاز موقف أكثر تأييداً لدول المقاطعة ضد قطر، وأعتقد أنه بعد أكثر من سنتين وشهر لم تنجح هذه الضغوط، وأعتقد أنها فشلت، وعندما تقوم الأردن بفتح جسور مع قطر. طيب دكتور صفوري، هل ترى بعد ذلك أي توتر ربما في العلاقة قد يحدث بين الأردن والسعودية؟ أعتقد أنه ضمن الوضع الحالي العلاقة فاترة جدا، ومثل ما قلت موضوع القدس والظهرة في قسم الظهر البعيرة، يعني كان هناك عدة خلافات في عدة يعني عدة مرات، وفي بعض الإهانات التي تمت بشكل مقصود أو غير مقصود ضد الأردن. لم يكن راضي أو الملك الأردن غير راضي عن كثير من الأمور، لكن أعتقد أن موضوع القدس هو الذي أثار حفيظة الأردن التي تعتبر مثل ما قلت أنه له مكانة كبيرة في أو وسام شرف يعتبروا أنهم مسؤولين على الأماكن المقدسة في القدس، وتم ممارسة الضغوط عليهم من قبل إدارة الرئيس ترامب وإدارة جاريد كوشنر في هذا الموضوع بالتنازل، ولكن فشلت هذه الجهود. طب تحدثنا عن الأردن، نتحدث قليلا عن قطر. بهذه الخطوة ما الذي كسبته قطر؟ يعني قطر هنالك محاولة فرض عزلة عليها في المنطقة، وحقيقة لم تنجح قوى المقاطعة أن تفرض هذه العزلة. كان هنالك شيء رمزي من قبل موريتانيا، واللي هي في مثل ما يقال آخر ما عمر الله، يعني بعيدة عن المشهد ولا تؤثر على الوضع لا السياسي ولا الاقتصادي في هذه المنطقة، لكن الأردن قريبة من المشهد ومحسوبة من ضمن تحالف أو حلفاء الولايات المتحدة، فقطيعة كاملة بينها وبين قطر كانت يعني من الناحية المعنوية مؤذية لقطر، ولهذا أعتقد أنه قطر تريد أن تفتح جسور مع كل الأطراف، وهي حاولت يعني في رأيي أنا أنه حاولت أن تحل المشكلة حتى مع الأطراف صاحبة المشكلة. هذه الأطراف وضعت شروط، بعض هذه الشروط تعجيزية وبعض الشروط الأخرى مهينة، ممكن أي دولة لديها استقلال سياسي أن تقبل فيها، ولهذا فأنه أي فتح لبناء جسور بين قطر ودول أخرى دائما قطر ترحب به، ولهذا أنا أعتقد أنه إعادة العلاقات سيكون له أو يعود بالفائدة كذلك على الأردن بكثير من الأمور. بأي ناحية؟ لأنه في وضع اقتصادي ومالي صعب في الأردن، هل من الممكن أن تساهم قطر بالمساعدة ربما لم تتمكن السعودية من تقديمها للأردن؟ لا شك في ذلك، هنالك السوق القطري للعمال بإمكانه أن يساعد في تغطية جزء من العاطلين عن العمل الموجودين في الأردن. الأردن بحاجة دائما لموظفين، مدرسين، عمال أو ليس عمال، قصد إدراء، مدراء مؤسسات ومصارف، وهذه الأمور بإمكان الأردن أن تمنحها. درجة التعليم في الأردن من أعلى الدرجات في الدول العربية، وبالتالي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأردن في إمكان قطر المساعدة فيها، كون أن المملكة العربية السعودية أخذت موقف سلبي في هذا الموضوع كذلك، حتى بإمكان إعطائها غاز ونفط بأسعار مخفضة مثل ما كان يحصل سابقا. كان هنالك اتفاقية امتدت لعشر سنوات أيام حكم صدام بين الأردن والعراق، كان يحصل على نفط مخفض الأردن، كذلك بعد ذلك المملكة العربية السعودية أعطتهم نفط مخفض، لكن أوقف ذلك قبل عدة سنوات. طيب بالنسبة لقطر، يبدو أن الوضع في مسألة الأزمة الخليجية متجمد بشكل تام، يعني لا يبدو أن أحد من الأطراف يهمه أن تعود العلاقات. توافق على هذا التشخيص لحالة الأزمة الخارجية راهنة؟ أنا لا أعتقد أنه الأطراف لا تريد، أعتقد الأطراف صاحبة القرار، يعني لا نستطيع أن نقول أنه يعني في النهاية القرار هو سعودي إماراتي، وإذا صار تغيير في عمق السعودي والإماراتي أعتقد أنه مصر والبحرين هم تحصيل حاصل، يعني سيفتحون الأبواب مرة أخرى. فأعتقد أنه هذه هي المشكلة، وأعتقد أنه الإدارة الأمريكية تحت الرئيس ترامب لعبت دور في استمرار هذه الأزمة، لأنه يريد أن يستهلك الدول العربية في خلافات فيما بينها، فتشتري أسلحة أمريكية وتصرف في الولايات المتحدة
وتحاول أن تطلب ود الولايات المتحدة مقابل أن تحميها، يعني خصوصا الدول الصغيرة في الخليج. تجربة احتلال الكويت من قبل العراق أعطى شعور للدول الخليجية الأصغر حجما بأنه هي يتم بلعها من قبل الدول الكبيرة، سواء كانت العراق أو المملكة العربية السعودية، فهي تريد حماية معينة. فإذا منحتها الولايات المتحدة لقطر، أعتقد أنها لن ترفضها، أو قطر هي تريد هذه الحماية لأنه تعرف أنه في إمكان القوى الأكبر أن تحتلها إذا أرادت ذلك، إذا لم يكن هنالك معادلات دولية تمنع ذلك. لكن أنا أعتقد أنه الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يحل هذه المشكلة بمكالمة هاتفية واحدة، لكن هو لا يريد حلها، لأنه يريد استمرار الأزمة ومثل ما قلت استهلاك اقتصاديات هذه الدول. استمرار الأزمة سيستمر مع وجود ترامب في الحكم؟ أعتقد، أنا متأكد في ذلك، وأعتقد سنرى إذا سقط في الانتخابات القادمة إدارة جديدة لا تريد أن تستمر الخلافات في منطقة فيها كثير من التوتر والمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية للولايات المتحدة. لكن هذا الرئيس يختلف عن رؤساء السابقين، هو يتصرف بطرق غير معتادة ويعتقد أنه بهذه الطريقة يبتز الجميع. ومن الصعب أن يسقط لغاية الآن، ما رأيك؟ هذه مسؤولية الديمقراطيين. أعتقد أن الديمقراطيين حتى الآن أثبتوا فشل كبير في استيعاب المشكلة. نجد خلال الأسبوعين الماضيين الديمقراطيين يعني يتقاتلون فيما بينهم ويتناسوا أن هنالك مشكلة أكبر في هذا البلد، والعالم كله في أكمله ينظر إلى الولايات المتحدة من أجل ويتمنى تغيير القوى الأوروبية. جيران أمريكا في الشمال والجنوب، يعني في كندا والمكسيك، غير راضين عن الحكومة الأمريكية، علاقات في ما أدنى مستوياتها في تاريخ البلدين منذ الحرب المكسيكية والإسبانية الأمريكية، لم تسوء العلاقة الأمريكية مع المكسيك بهذه الدرجة. فأعتقد كل الأنظار إلى هنالك أمل أن الديمقراطيين يطيحوا بهذا الرئيس، لكن أعتقد كل هذه العلامات حتى الآن ليست إيجابية. المرشحين الديمقراطيين يتكلمون في واد، والشارع الأمريكي في واد آخر. طب دكتور صفوري، قبل أن نختم نعود إلى مسألة قطر والأردن، برأيك بالخلاصة قطر استطاعت أن تتجاوز محاولة الحصار التي تعرضت لها؟ أعتقد أنه يعني المفاجأة كانت في أول أسبوع أو أسبوعين، لكن بعد ذلك يعني حتى عندما تم مقاطعة أو منع المنتجات المصنعة في السعودية أو في الإمارات، أو حتى البضائع التي يتم تصديرها، المواد الخام للصناعة كان لبناء للبناء، كانت جزء كبير منها يأتي من منطقة جبل علي ومن الإمارات، كل هذا توقف وكان خسارة كبيرة للبلدين. شركة المراعي كانت الشركة الأولى في السوق القطري لبيع المواد الغذائية، الألبان والأجبان. الآن جزء يصنع في قطر وجزء يأتي من تركيا ومن إيران، وبالتالي الخسارة في النهاية للبائع الذي خسر هذا السوق، وليس للمشتري الذي يستطيع أن يحصل على نفس المنتجات إذا لم يكن أفضل، وفي أغلب الأحيان بسعر أفضل. شكرا جزيلا لك دكتور خالد صفوري، المستشار السياسي لمركز ميريديان للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير جدا الآن، وبعد الفاصل نعود لنتابع المشهدية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى القسم الثاني من المشهدية، والآن نتجه إلى المشهد الإنساني. كيف نقدم الدعم المادي والمعنوي للعائلات المحتاجة؟ هذا الهدف وضعته جمعية تاليا للمساهمة في بناء مجتمع أقل بؤسا وأكثر سلاما وتآخيا. اليوم نعرفكم على هذه الجمعية من خلال وجهها الإعلامي والداعم الأول لها، طبعا هو شخصية محبوبة في العالم العربي، والأهم أنه يسخر هذه الشهرة للأعمال الإنسانية. نستقبل معنا في المشهدية الإعلامي جورج أرداحي، وهو الرئيس الفخري لجمعية تاليا. مساء الخير، أهلا بك أستاذ جورج. يعني قليلا ما نستقبلك ولا نتحدث عن الإعلام أو السياسة أو الوطن. أحسن، ما بدنا نحكي لا سياسي ولا إعلام.
صحيح. هو موضوع الإنسان. صحيح. اسمح لي قبل أن أتحدث عن تاليا ومشاريعها، بس بدي أسألك سؤال شخصي، ماذا تعني لك هذه الجمعية؟ أول شيء شكرا لاستضافتك، شكرا ومبروك للبرنامج الجديد. شكرا. وكنت بمصر دائما عم تابعك بالمشهدية خلال رمضان. عرفنا وفرحنا وما قدرنا نشترك معك شو بدي أعمل. هذه الجمعية تعني لي الكثير، لأنه هذه الجمعية لها شكل لبنان، لبنان اللي أنا بحبه، وكثير من اللبنانيين بيريدوه وبيتمنوه وبيحلموا فيه. كيف؟ لأنه هذه الجمعية هي عابرة لكل الطوائف، عابرة لكل المناطق، هي فقط للإنسان بصرف النظر عن مذهبه، عن ديانته، عن منطقته، عن قريته إلى آخره، عن وضعه. يعني ما في ناس معينين ولا ما عندهم حظوة بهذه الجمعية، لا، هذه الجمعية لكل الناس، وهذا الشيء اللي خلاني أنا يعني اندمج فيها واشتغل لها بكل صدق وبكل عزيمة وبكل أمل أنه نقدر نحقق شيء للناس. قدي في فعلا حاجة عند ليك هذه الجمعية اللي بيعلقني فيها أكثر شيء، في عنا كثير جمعيات خيرية. وأنا هون بدي وجه نداء أنه هاي الجمعية لازم يكون في منها 1000 بلبنان، لأنه نحن عايشين بلبنان للأسف، وحتى بين هلالين بدنا نحكي سياسي، نحن عايشين بدولة فاشلة، دولة لا تؤمن أي شيء للمواطن، لا للفقير ولا للمحتاج ولا للمريض ولا اللي عندهم حاجات خاصة ولا شيء. بقى لازم المجتمع الأهلي هو ياخد على عاتقه مسؤولية نفسه تماماً. مسؤولية مجتمعه، مسؤولية بيئته. تاليا هي المثال على ذلك. شو المسؤوليات التي تطلع بها التاليا؟ تاليا ديش معنى وقت؟ أنا ما سألتك معنى وقت يا. معنى وقت. طيب ليك تاليا متعددة النشاطات. أولا هلأ نحن في طور إطلاق حملة تمكين. تمكين هي تمكين الأسر، يعني الإنسان رب الأسرة من سن 25 لـ60 سنة مثلا، إذا ما عنده شغل تاليا مستعدة تقدم له قرض بصفر فائدة بدون أي رسوم، لحتى يبني مؤسسته ويقدر يعيل عائلته ويتكل على نفسه ويربي أولاده. القرض لإقامة مؤسسة اقتصادية. نعم، مؤسسة، يعني مؤسسة أو يشتغل يعني. مؤسسة، نعم، شغل شغل. أنا في ليستة هوني، يعني إذا بدك تقلك مثلا، طالما عم نحكي عن تمكين، مبادرة مهمة عن تمكين طبعاً. طبعاً هلأ في دول سبقونا، يعني في دول عربية حتى في عندهم هذا النوع من مساعدة الناس، انطلاقاً من مبدأ أنه بدل ما تعطيه سمكة علمه يصطاد سمك. صحيح. أو ساعدوا حتى يصطاد سمك. بذلك الملفت أنه هذه الجمعية لا تنتمي أحزاب إلى حزب. ما بعرف في أحزاب يعني معينة، ممكن ممكن، بس أنا ما سمعت أنه في أحزاب عم بتقوم بهيك نشاط اجتماعي. لا، تقوم بنشاط القروض الميسرة من دون فوائد لمحاسبين حتى نبعت الناس اللي عندك. لا، بس أنت كما قلت أنه الجمعية مثلاً لا تنتمي مثلاً إلى طرف. مثلا مشاريع اللي مطابقة للمعايير المعتمدة من قبل الجمعية، ونذكر من المشاريع مثلا دعم لتأسيس ميني ماركت مثلا، حلو، سيارة أجرة، تاكسي كمان، محلات للحلويات، شراء وتربية مواشي بالمناطق الريفية، في ناس بيكون عندهم أرض، في عندهم قادرين يستفيدوا من هذا بهالمجال. تربية النحل كمان فيها فائدة، محلات للخياطة، أفران، ميكانيك سيارات وغيار زيت، ميكانيك يعني جراج، قهوة الأكسبرس، محلات لبيع وصيانة الهواتف، كل هالاشياء هيدي الصغيره اللي صحيح. هي بالاقتصاد سهل الممتنع يعني. ممكن الانسان يبني مؤسسه صغيره وينطلق منها، نعطيه قرض بدون فائده وهو بيشتغل وعلى مهله، يعني مش ضاغطينه نحن، مش بنك، على مهله بيرجع، بس يمشي شغله بيرجع برد الفلوس لحتى نقدر نعطيها لغيره. طب استاجر، شو الشرط ليتقدم الفرد لهذا القرض؟ في شرط، في شروط، في شروط طبعا، لانه الشروط انه يكون اول شيء لبناني، لانه هذه الجمعيه لبنانية. من يستفيد من التمكين؟ اللبنانيون من ذوي السيره والسمعه الحسنه، ذوي الحالات الاجتماعيه الصعبه، يعني بدها تكون حالته صعبه، يعني مش انه الملف. نعم يعني صحيح صحيح.
أصحاب الدخل المحدود اللي بيحبوا يزيدوا إنتاجهم وتحسين معيشتهم. مثلا لازم يكون غير محكوم بجرم شائن، بعدين لازم يكون كمان يتقن مهني، مش رح نعمل مش ما بنعطي قرض لإنسان مثلا ما بيفهم بشيء معين بده يفتحه. طيب شو رأيك أستاذ جورج أن نذهب قليلا فقط لنرى نموذج عن عائلات أنتم تساعدونها؟ بس بدي لك شغلي أنه تاليا مش بس تمكين، تاليا في عندها نشاطات تانية بدك نحكي عنها بعدين بعد التقرير، لأنه سنتوسع أكثر في نشاطاتكم، بس لنركز على موضوع العائلات. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا. جمعية تاليا الخيرية جمعية لمساعدة الأسر عبر قرض مالي دون فايدة 0%. المشروع الأساسي لجمعية تاليا هو تمكين الأسرة. نحن صرنا سنتين ناقلين هذا البيت، هو مش بيت، هو عبارة عن أوضة ما فيه لا مطبخ ولا حمام. بس يصير معي قد ما يصير معي دغري جيب فيه بطون، جيب فيه حجار، ظبط بس لأعمل حمام لقاوينا. وجدت هيدي الشتوية أقوى شتوية، يعني من 96 حرب عناقيد الغلب لهلا مش جاية الشتوية. أربع مرات تلق جت وما في حمام، ولاد صغيرة. شو بفيك؟ اليوم أنا بقول إنه تاليا عم بتقدم خدمة كتير صعبة وكتير بنفس الوقت تحمل مسؤولية كبيرة لحتى تعيد تأسيس المجتمع. كنت سخن ماي وبالجار، حتى أنا كنت أقلل يمكن نسبة قديش لازم الواحد يتحمم، يمكن أقل شيء كل يوم بعد يوم، أحياناً أبقى أنا أسبوع، لأنه مشكلة إذا أنا بدي أدلق مي بالأوضة، بدي أفتح الأوضة كلها، بدهم يتلجوا الأولاد لحتى أدهر المي اللي برا من بعد الحمام. كانت معاناة، أنا أتحمل نلبس، مرات جوزي مثلاً ننطر الأولاد ليناموا لأنزل أنا وياه على الحمام، لأنه بيلحقونا بيصيروا يبكوا. من خلال شاشتكم الكريمة بقول نحن واجبنا ومسؤوليتنا كلنا كأشخاص أنه نقدر ندعم جمعية تاليا من خلال إعطائها فرصة، مثل ما إحنا عم نمكن العالم لحتى يعيدوا تأسيس حياتهم، نعطي فرصة لجمعية تاليا لتاخد دورها بالمجتمع وتعيد كمان تمكين نفسها. قاعدي أنا وجوزي بالليل قلت له ما في إلنا حال إلا ما نجيب قرض نفتح لو دكانة لو شو ما فتحنا هون ليمشي الحال. بعد هيدا، بعد ما أنا فتشت بالإنترنت ولقيت جمعية تاليا، فاتوا شافوا، طلعت انصدمت بصراحة، عم تشوف هي الباب. قلت لها شو إنه شو عم بيصير؟ بتقلي نحن بدنا نعمر يا زين. طموحنا اليوم إنه نقدر نساعد أكبر عدد ممكن من الناس اللي بيتقدموا لجمعية تاليا، لأنه لو ما ثقتهم فينا ما تقدموا للجمعية. واليوم نحن بثقتنا بالمجتمع وبالناس وبالأشخاص منقول إنه نحن حنحقق طموحنا من خلال مساعدتهم لجمعية تاليا لنقدر نساعد هدول العيال. يعني السنتين قاعدة هون وعيوا على هذه الأمور، نسيوا الحياة المضبوطة اللي لازم تكون لكل ولد. لما اجي بدي حاسب ولد اذا غلط طلع شو مقدميت له انا لحاسب، شو بدي حاسب؟ تخيلت لوين؟ او اذا بدي ربيهم او عملوا شي شغله هني اطفال، طلع انا اقول شو مقدميت لكم انا لحتى انا اجي بدي حاسبكم؟ يعني ارجع اعبطهم شو بدي اعمل؟ طبعاً الحالات الاجتماعية كثيرة ومجتمعنا أكيد بحاجة لكثير من المساعدة. طبعاً تم تقديم المساعدة لهذه العائلة. نعم. من قبل جمعية تاليا. هي هذه العائلة وعائلات كثيرة إن شاء الله. ونحن منفتحين لكثير من الطلبات، يعني قد ما بيجينا طلبات بس بهمنا إنه يكون في عنا دعم. بس مين بيدعمكم؟ لا في 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 ناس بيحبوا عمل الخير، وفي ناس عندهم مشاعر إنسانية وعندهم تضامن، روح تضامن مع مجتمعهم مع بيئتهم. نحن بس بدي أقول شغلي إنه هيدي الجمعية هي من الجمعيات القليلة اللي ما عندها مصاريف إدارية. يعني أنا بهرب كنت من وبخاف وبالعكس يعني وبتضايق من الجمعيات اللي بيكون عندها مصاريف إدارية تفوق يعني. تفوق إيه؟ تفوق المساعدات اللي بتعطيها للناس. هيدي الجمعية ما عندها مصاريف إدارية، كل الأموال اللي بتجيها بتروح للخير،
للمساعدة. ونحن يعني كل الناس بالجمعية هن متطوعين بشكل كامل؟ يعني نعم معظمهم، وإذا أو شيء رمزي يعني حلو. بس لأنه ما في عندنا مكاتب أجرات ومش عارف شو مصاريف إدارية، هاي المصاريف إدارية مش بس الموظفين. بس في شيء إنه هالجمعية مش بس مثل ما عم تشوفي هلأ إنه تمكين، ويعني مساعد الناس لحتى يبنوا حالهم، لحتى يعني كيف بدي أقول لك يهتموا بعائلاتهم ويحسنوا أوضاعهم المعيشية. لا، في عنا نحن مساهمات كبيرة بأهم شيء عم بيصير بلبنان، هي العمليات اللي عم بتصير للشفا الأرنبية بسموها، أو الشفا المشقوقة شالوها الأرنبية. شفنا صورة الشفا المشقوقة، ولد صغير يعني. كل سنة في عنا معدل عمليات تقريبا 40-50 عملية عم بيجي فريق. في كتير حالات طبعا، خاصة هذه ناتجة عن زواج القربة. في فريق عمل بيجي من أمريكا، أطباء لبنانيين وأمريكان بيجوا كل سنة مرتين، نستضيفهم نحن بلبنان وبالتعاون مع مستشفى خوري بخعازي، نعمل عمليات لهؤلاء الناس اللي طبعا بيكونوا طالبين مواعيد وبيكون أجريات لهم طبعا مجانا مجانا طبعا. بالإضافة إلى ذلك منساعد بالأقساط، بمساعدة في يعني الأقساط التعليمية بالدراسة بالجامعات للطلاب المتفوقين، في عنا مساعدات، وخاصة المساعدات الأكبر هي لمرضى السرطان، لأنه كمان تالية تقدم مساعدات لمرضى السرطان. يعني نشاطات متنوعة جدا. الحمد لله هي لك جمعية بدأت بال 2009، بعدها ناشئة يعني بعدها جديدة، ولكن قد ما فيها عم بتحاول تخدم هذا المجتمع من شرقه لبنان، يعني من شرقه الى غربه، من جنوبه الى شماله. جمعية تنوع طبعاً المجالات طبعا، بس نحن شو هدفنا؟ هدفنا نخدم هؤلاء الناس، نخدم وطننا وبلدنا بكل شفافية وبكل صدق وبكل محبة، بعيدا عن السياسي. وطبعا هذه الجمعية مثل كل الجمعيات بحاجة لدعم، في ناس بيبحثوا عن الخير، بيشوفوا انه لازم يقدموا شيء لمجتمعهم. نحن عم نوضع امامهم هذه الجمعية بالمواصفات اللي عندها، بمصداقيتها، وبالأهداف الكبيرة اللي عندها. يعني قلت لك قبل قليل أن موضوع الجمعيات هو موضوع شائك، يعني أنت لا تتحمس لمساعدة لا أي لا جمعية. لا لا طبعا. خبرنا ليش طبعا. يعني لأنه في جمعيات للأسف يعني مش ملتزمة بالأخلاقيات المطلوبة يعني لمساعدة الناس. يعني في جمعيات معروفة صارت بلبنان في بلموا مساعدات وبتصرف المساعدات بأماكن أخرى، يعني ما بتروح لمساعدة الناس. في جمعيات مثلنا وأحسن كمان، أنا ما بدي أعمم، بس بدي أقول أنه بتمنى أنه مثل هالجمعية يكون في 1000 جمعية بلبنان وبكل مناطق لبنان، لحتى يساعدوا أدب فيهم أكبر قدر من اللبنانيين. طيب جورج أرداح، الإنسان وإنساني بشكل كبير، أخبرنا عن حالة أثرت بك ربما لا تنساها، كلمة، موقف. والله شوفي شخصية. معظم الحالات اللي عم عدا عن التمكين يعني والحالة اللي شفناها هلأ ني، بس أنت أكتر شيء بيأثر فيكي هم الأطفال اللي عندهم مشاكل، هذه المسمى بالشفا المشقوقة. الشفا المشقوقة مش بس أنت اللي بتشوفي الشفا اللي بتبقى يعني مشقوقة تنقول مش هيك، بس بيكون في عنده الطفل اللي بيكون عنده هذه المشكلة بيكون عنده ثقب في شو اسمه، في سقف حلقه، في سقف الحلق بيبقى في عنده ثقب، يعني ما بيقدر يشرب، ما بيقدر يحكي، ما بيقدر لما بيحكي بيخنخن. لذلك يعني مش بس هني بيزبطوا له الشكل بالعمليات، بيسكروا له هذا الثقب الموجود في شو بسموه هذا البالي يعني كمان، يعني بيجروا عملية كاملة، بيرجع طبيعي، بيرجع بياكل طبيعي، بيشرب طبيعي، بيحكي طبيعي. بقى هيدي عمليات بتأثر، خاصة لما بتلتقي أنت بأهل هؤلاء الأطفال، هون التأثير الكبير. يعني بيشوفوا قدامهم صار في أعجوبة، يعني أعجوبة بيد بشر عملوها، ورجع الطفل
طبيعي ويرجع يعيش حياته بشكل طبيعي مع رفقاته، بعدين بينمى كمان بشكل طبيعي، بيكبر بيصير بمجتمعه طبيعي. هيدي كثير بتاثر طبعا طبعا، لانه لما بتبدا الحمله، حمله هذه العمليات مرتين بالسنه، بنروح بنشوف. حتى صورنا هذيك المره كنت انا وعزيزتي رانيا اللي هي المديره العامه اللي هي على كتافها قايمه كل هالمسؤوليات، وجهها تحيه نشيطه، لانه مش بس نشيطه، تتحلى بذكاء، تتحلى بصدق، وتتحلى بالتفاني، لانه مار تيريزا يعني عرفتي كيف الاخت تيريزا يعني عم بتجرب قد ما فيها تساعد، ولما بيكون في عندها شيء قضيه صعبه يعني اول شيء بتطوشني، بتطوش كل الناس انه كيف بدنا نساعد، كيف بدنا نساعد هذا المريض في السرطان اللي بدنا نشفيه، كيف بدنا نعمل له حمله، كيف بدنا نجرب نجيب له مساعدات لحتى يقدر يقوم بالعمليات المطلوبه. انا بحييها فعلا وبعزها معزي خاصة. استاذ جورج، لكن اليوم نحن اطلقنا هذه المبادرة إن شاء الله. من تاليا إن شاء الله والتي ستساعد الكثير من العائلات اللبنانية، وانا بشكرك انك انت كمان مساهمه معنا بهذه الحملة، وانت بالعكس انت اول وحدة مساهمه بهذه الحملة، وانت نحن هيدا اول شيء بنعمله، هيدا اول الله واجب نقدمه للمجتمع. ان شاء الله ان شاء الله هالنداء يكون له تجاوب يعني من بعض الناس اللي بيحبوا من كل الطوائف، يعني مش يتواصلوا مع الجمعية طبعا. طب استاذ جورج، نحن بدنا نتشكرك، بس قبل ما نودعك بتعرف اليوم هيك بدنا نغير شوية جو يعني. نعم. اليوم هو اليوم العالمي للإيموجيز، هو سمايلز على التليفون وهالاشياء مهضومه، يوم يعني. عالمي كمان عاملين له شو ركان عاملين له عالمي، جبت لك يوم. في شيء ايموجي معين بتحبوه؟ نقي واستحلي، عندك كذا ايموجي. شوف في اي واحد بيشبهك اكثر شيء؟ هذا عم يبكي؟ هيدا لا، هيدا ما بشي بيعجبه. هذا ما بشي بيعجبه. وين تبع القلوب؟ هذا ايه القلوب، هذا اللي اكثر شيء. وين القلوب يا جماعه؟ طول القلوب. اوكي، هذا غضب. هذا بتستعملهم بالواتساب وهيك ولا لا؟ بلا بستعملهم اكيد. شو اكثر شيء بتبعث لمرتك مثلا؟ ببعث لها القلب وهو القلوب. القلوب هي القلوب اكيد، لكن بس كثير بستعمل هيدي، ببعثوا لي اشياء فيها بتضحك وكذا. طب فينا ناخذ صوره انا وياك بالايموجي المفضل تبعك مع بركه؟ بتعرف انه الايموجي لهم قصه كثير حلوه كمان؟ هاتي ليش؟ طيب سنخبركم الان على الايموجي. في اكثر من 2660 ايموجي يتبادلها الناس عبر وسائل التواصل، ويتصدرها ايموجي الضحك يلي بحبه استاذ جورج طبعا، هو الاكثر استخداما وشيوعا في العالم. والايموجي هو مصطلح ياباني يرمز للاشكال التعبيريه التي ظهرت منذ اواخر التسعينيات، وتوسعت منذ انتشار الهواتف الذكية التي رافقها إطلاق عدد كبير من تطبيقات التراسل الفوري. عام 2014 بدأ الاحتفال بهذا اليوم الذي شهد إطلاق تقويم الإيموجي، وهو أيضا التاريخ الذي ظهر فيه تطبيق آيكال التابع لشركة أبل للمرة الأولى عام 2002. إذن هذا كان بالنسبة لجمعية تاليا. أستاذ جورج أبداح، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه اللفتة الإنسانية الهامة، وهذا كان أيضا بالنسبة للإيموجي. الآن ننتقل إلى موضوع مختلف تماما في المشهد أونلاين. تطبيقات دينية للإخوان المسلمين حجبتها السلطات الأوروبية، لماذا؟ لأنها تعتقد أنها تجمع أو تدعو إلى خطاب الكراهية. على هذا الموضوع سنتحدث الآن مع المتخصصة في علم البيانات الرقمية بهية حلوي. مساء الخير وأهلا بك بهية. أنا رح أستقبلك بهذا الإيموجي. شكراً. نحن كثير منحبك بالمشهدية. يعني تقريباً فينا نقول من الضيوف الدائمين عندنا. سنتحدث الآن عن موضوع مهم وملفت. أولاً نريد أن نعرف ما هو هذا التطبيق الديني الذي يزعج الأوروبيين، يعني حصل هناك إشكال حوله. صحيح. شو هو هذا التطبيق الديني؟ التطبيق اسمه يورو فتوى أب،
هو تم إصداره بشكل مجاني بشهر نيسان بهذا العام، ويحاكي أو يستهدف الإخوان المسلمين. لا ما صار له زمان، يحاكي أو يستهدف الإخوان المسلمين الموجودين بالمجتمعات الغربية. الهدف منه بحسب التوصيف الرسمي للتطبيق أونلاين بيقول أنه ليساعد الأشخاص اللي بيعيشوا برا مجتمعاتهم العربية أو الإسلامية لحتى يطبقوا أو يمارسوا معتقداتهم بشكل سلس وبظل التحديات السياسية الثقافية والاقتصادية اللي ممكن تواجههم خلال تواجدهم بهذا البلدان. يعني الغربية. بيعملوا تشات؟ لا مش بيعملوا تشات قد ما بتقدم لهم الفتاوى أو الآراء الجديدة. طيب شو المشكلة يعني في هذه الفتاوى؟ المشكلة أنه التطبيق لما تم نشره على متجري جوجل وأبل تلقى عدد كتير مهول من الداونلودز أو من التحميلات، والناس أقبلت عليه بشكل كتير كثيف. بمجرد ما بلش ياخد هيدا الرواج صار على التوب 100 داونلودد أبليكيشنز، يعني على قائمة أفضل تطبيقات عم بيتم تحميلها بهيدا المجتمعات بألمانيا وبفرنسا تحديداً. الأمر اللي خلى مجموعة كتير كبيرة من الناقدين السياسيين والغير سياسيين اللي هن بيطبعوا لأحزاب أو مجموعات أوروبية يعملوا علامات استفهام حول المحتوى اللي عم بيتم ترويج له على هيدا التطبيق. قاموا بانتقاد الابليكيشن ووجهوا نوع من الريبورتس أو بيقوموا برفع تقارير لا جوجل ولا أبل لحتى يلغوها لهيدا التطبيق أو يشيلوها عن المتجر التابع لهم. حلو. باعتبار أنه عم بتروج لخطاب فيه نوع من الكراهية، فيه نوع من الفوقية للمتدينين تجاه الأشخاص التانيين. يعني فينا نقول أنه هذا طبعاً عم نحكي هون سياسة مش أونلاين، بس المشكلة الأساسية هي في نوعية الفتاوى التي بالضبط تصدر بنوعية المحتوى من قبل بعض الشيوخ المعروفين أنهم لديهم توجهات صحيح من الإخوان المسلمين. هن بيعتبروا أنه في نوع من التطرف عم بيتم الترويج له، وهذا الشيء بينافي الشروط او البوليسيز اللي معتمده بهيدي الدول. هو في له اذا بدك وجهين. الوجه الاول هو المتعلق بخطاب الكراهيه والتطرف اللي هن بيعتبروا انه الشيخ القرضاوي تحديدا عم بيروج له من خلال هيدا التطبيق. وفي الوجه الثاني اللي كمان بيعتبروا انه في نوع من المعاداه للساميه اللي تم الترويج لها بمقدمه التطبيق، واللي هو كان خلال فيديو تم نشره بمجرد ما تم اصدار هيدا التطبيق، وقامت ابل من بعدها بحذفه لهيدا فيديو. اليوم التطبيق منه موجود على جوجل إنما هو موجود على أبل. جوجل اعتبر أنه فعلا في نوع من الكراهية اللي عم بتتم الترويج لها، وبالتالي استجاب لانتقادات المحللين والسياسيين. يعني هو بعده موجود بالأبل ستور، موجود على الأبل ستور، والناس اليوم عم تستخدمه، وهو بعده بقائمة أفضل 100 تطبيق عم بتم تنزيلهم بالمجتمعات الأوروبية. يعني وعنده عدد كتير على مستخدمين. منه موجود لمستخدمين الأندرويد إنما موجود لمستخدمين أبل. طب صحيح. أبل ما بتخضع لهذه القوانين، يعني هي هون شركات أمريكية مزبوط. طبعا يعني جوجل أو أبل مزبوط. بس بيحق لها أن لا تلتزم صحيح. هو هيدي المفارقة اللي عم بتصير اليوم بهذا الموضوع. اليوم الجهات السياسية أو الدول تحديدا فرنسا وبريطانيا اللي هن كانوا أبرز المعارضين للمحتوى اللي عم بيتم الترويج له، ما عندهم السلطة على أبل نفسها لحتى تقوم بإلغاء التطبيقات. هن بيقدروا يتوجهوا بتقارير رسمية بيعتبروا أو بيرفعوا الصوت فيها تجاه المحتوى اللي عم بتم الترويج له، انما ما عندهم سلطه انهم يمنعون من انهم يستخدموا هيدي التطبيقات. وبالتالي اليوم اللي عم تعمله هيدي الدول هي عم بتقوم بمنع المواطنين او الشركات من الترويج لهيدي التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار انه عم بيتم استغلال او تضليل الناس من خلال عرض اهميه هيدي التطبيقات. التطبيقات الدينيه هون يعني هذا سؤال عام اكثر صحيح. من هذا الموضوع منتشره على الستورز، يعني في اقبال عليها من قبل المستخدمين؟ بالفعل انا التطبيقات الدينيه يعني بتاخذ حيز كثير ضخم من التطبيقات اللي موجوده ان كان على ابل ولا على أندرويد. جوجل ستور. واليوم جوجل ستور يعني في انا بخبص فيهم ما مشكله. اليوم في كثير استخدامات لها، في تطبيقات بتروج لنوعيه معينه من الفتاوى، في تطبيقات بيستخدموها مثلا الناس اللي بيصلوا او بيسافروا او غيرها. انما اليوم اذا بدك اللي عم بيصير هو مش بس التوصيف اللي موجود بالاعلام او الاتهام بانه عم بيروج لخطاب الكراهيه. اليوم في اكبر من هيك، في لعبه سياسيه معينه هي بتقول انه ليه لما انا فوت عند مثلا الشيخ القرضاوي
الشرعوي على تويتر او على مواقع التواصل الاجتماعي الثاني بلاقي انه عنده فيريفايد اكونتس، عنده يوتيوب شانل اوريدي ماشيه وبيقدر يحط المحتوى اللي له محظور يعني بالضبط، مع انه ممنوع من الدخول على امريكا واوروبا بلدان كثير اوروبيه باعتباره بيروج لفكر متطرف، وفي اشخاص كثير متهمين بنفس الخانه او بنفس الاطار وهن ممنوع انهم يعملوا تطبيقات او يكون عندهم طبعاً. يوتيوب شانلز في ازدواجيه بالمعايير بالفعل ربما او بالقوانين او لا نعلم، بس في اليوم مثل ما صار في قوانين مثلا اللي بتتعلق بتنظيم عمليه جمع المعلومات، الملم بهذا العالم بيعرف الجي دي بي ار اللي هو بينظم عمليه جمع المعلومات عن الاشخاص الموجوده اونلاين، في كمان قوانين عم بتم استحداثها عن لمواقع التواصل الاجتماعي، واليوم في للتطبيقات ولحظر التطبيقات اللي هي بتروج لفكره الاتحاد الاوروبي بدا يعني سيفرض ضرائب بالفعل في فوكس جروبس بالاتحاد الاوروبي هي عم بتكون انا بركي مره جاي بنحكي عن هذا الموضوع لانه بدي اعمل مشاكل مع الامريكان على الارجح. اي سمايلي بعطيك اي واحد بتحبي اكثر شيء؟ انا بحب هيدا اللي هون اول واحد هيدا؟ ايه بيلبق لك كيف هيك؟ هيدا لإلك لكن شكرا كثير بهية حلاوي المتخصصة في البيانات الرقمية. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة، غدا نعود ونلتقي عند الساعة الثامنة بتوقيت قدس الشريف طبعا. اكتبوا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل فيسبوك انستغرام وتويتر، إلى اللقاء.